في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يعتبر أبناء سيف علي خان وأمريتا سينغ سارة وإبراهيم من أكثر الإخوة الرائعين والأقوياء في بوليود حاليا، حيث أنهما مترابطان للغاية ويتم رؤيتهما دائما معا، مما يجعله مشهدا جميلا مليئا بالمحبة والأخوة. لم تكن الحالة خلال احتفالات دولي مختلفة، حيث حضرت سارة وإبراهيم سويا حفلات بوليود الدولي، وهما يسيران جنبا إلى جنب ويبدوان مذهلين للغاية. لكن هذه المرة ما لفت الأنظار ليس ظهورهما معا، وإنما مظهر إبراهيم علي خان والذي ظهر لأول مرة بلحية كثيفة وشعر فوضوي، مما يثير الشائعات حول ظهوره الوشيك في بوليود. ومباشرة بعد ذلك انتشر مقطع فيديو عبر انستغرام، وبدأ المعجبون في التكهن عما إذا كان إبراهيم ابن سيف علي خان قد وقع على فيلمه الأول في بوليود ويستعد للدخول في مظهره الجديد. والجدير بالذكر أن إبراهيم علي خان قد بدأ نسخة طبق الأصل من والده